من يقومون بتمرين اللوح الخشبي لمدة 60 ثانية يشعرون كأنها بلا نهاية، فما بالكم بمن يقوم به لمدة 8 ساعات؟ ماوي دونغ شرطي صيني هو من فعل ذلك، فحقق رقما قياسيا عالميا بالحفاظ على وضعية اللوح الخشبي لمدة 8 ساعات ودقيقة واحدة وثانية واحدة. تم ذلك في عرض تنافسي بينه وبين متقاعد من البحرية الأمريكية يسمى جورج هود. هذا العرض التنافسي كان بمثابة العرض الثأري بين الرجلين، فقد سبق لجورج أن حقق الرقم القياسي العالمي عام 2013 بالحفاظ على وضعية اللوح الخشبي لثلاث ساعات وسبع دقائق وخمسة عشر ثانية، لكن الصيني ماو حطم له هذا الرقم عام 2014 بالمكوث أربع ساعات وستة وعشرين ثانية، فاتفقا على منافسة ثأرية هذا العام، وكانت النتيجة مذهلة لفائدة ماو مثلما أشرنا في بداية الخبر.